السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة اليوم من برنامجكم رحيل. حياك الله يا ناصر وحياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ترحيب. وطبعا اليوم بنكون على موعد مع فقرات ومواضيع جديدة ومتنوعة إن شاء الله تحوز على رضاكم بإذن الله. والبداية راح تكون مع أبرز الأحداث الرياضية لهذا الأسبوع واللي اختتم أمس بالمباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد لكرة القدم والتي توج فيها نادي الخوية بالكأس الغالي. المباراة مشاهدينا شهدها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، كما حضر المباراة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير، وأيضا سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني المستشار الخاص لسمو الأمير. كما حضر المباراة عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وضيوف البلاد وجمهورا قفير. وكنا مشاهدينا قد تابعنا وياكم هذه المباراة المثيرة مباشرة عبر شاشة قناة الريان، وفي التقرير اللي راح تشوفونه معانا بنشوف ملخص عن أبرز ما جاء في هذه المباراة. شهد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين المباراة الختامية لكأس سموه لكرة القدم للموسم الحالي 2012-2013، والتي جمعت فريقي السد والأخوية في أستاد جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي، وانتهت المباراة بفوز نادي الأخوية بثلاثة أهداف مقابل هدفين. حضر المباراة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير، وسمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني المستشار الخاص لسمو الأمير. كما حضر المباراة عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وضيوف البلاد وجمهور غفير ملأ المدرجات. وبالعودة إلى مجريات المباراة، حيث جاءت انطلاقة الشوط الأول سريعة، إذ لم يستغرق الفريقان وقتا طويلا لتسجيل الهدف الأول. ففي الدقيقة 12 حصل نادي السد على ركلة جزاء إثر عرقلة اللاعب يونس محمود داخل منطقة الجزاء، ليترجمها اللاعب نفسه إلى الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 14. لم يمهل نادي الأخوية منافسه راحة كبيرة، فبعد دقيقة واحدة فقط أدرك اللاعب إسماعيل محمد التعادل لفريقه. واستمرت الإثارة والحماس على مجريات المباراة حتى الدقيقة 30 التي شهدت الهدف الثاني للأخوية عبر لاعبه عادل لامي، الذي وضع الكرة برأسه في الزاوية اليسرى لمرمى سعد الشيب حارس السد. وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق عزز الأخوية تقدمه بهدف ثالث عن طريق اللاعب يوسف المسكني. الشوط الثاني حاول فيه السد العودة للقاء وتقليص الفارق، إلا أن الأخوية حافظ على تقدمه وكاد في بعض الأوقات أن يزيد من غلة أهدافه. وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة قلص السد النتيجة بتسجيله الهدف الثاني، إلا أن الوقت لم يسعفه لإدراك التعادل، ليطلق الحكم عبد الله البلوشي صافرة النهاية معلنا فوز الأخوية في المباراة. We'll be right back.
وبعد انتهاء المباراة قام سمو ولي العهد بتسليم لاعبي فريق نادي السد والجهازين الفني والإداري الميداليات الفضية، كما سلم سموه لاعبي فريق نادي الأخوية والجهازين الفني والإداري الكأس والميداليات الذهبية. تابعنا معكم مشاهدينا هذا التقرير اللي كان نهائي قالي علينا كلنا، وكان في أجواء صراحة صباح أجواء مميزة يا ناصر. مطر أمس كان يعني الأجواء كلها كانت حلوة. نادي السد أمس يعني كان في أجمل صورة، واكتملت هذه الصورة بحضور سمو ولي العهد الشيخ تميم بن حمد، وأيضا بحضور الجمهور. يمكن الحضور كلهم شيء قاعد تضحك يا ناصر من ساعة تبي تسألني سؤال شكلك. لا بس أنت قايل لي ما أسألك صح؟ قايل لي تحت الهواء ما أسألك. خلاص لا تسألني. خلاص كمل. أهم شيء عجبتك المباراة؟ عجبتني. ها كانت مليانة أهداف. أهداف وايد. طبعا أنت كنت محايد. أنا كنت أشجع خلفان إبراهيم خلفان. يلا عرض لك. إذا مشاهدينا، من عالم كرة القدم إلى أحوال الطقس اللي كانت جميلة جدا خلال اليومين، وشهدت البلاد في اليومين الماضيين هطول أمطار الخير والرحمة على معظم مناطق الدوحة، ويمكن تكون هذه الأمطار غير معهودة في هذا الوقت من العام. وفور توقف الأمطار سارعت البلديات المختصة لسحب المياه المتجمعة. عن ذلك مشاهدينا يحدثنا عبر الهاتف السيد منصور النعيمي، مدير إدارة شؤون الخدمات وعضو طوارئ الأمطار في بلدية مصر. مساك الله بالخير ومبارك عليك الحياة. علينا وعليك وعلى الأخوان المسلمين إن شاء الله وأجمعين. في بداية هذا اللقاء بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه. وفي بداية هذا اللقاء أود أن أشكر أن أبارك لأهالي قطر على أمطار الخير التي هطلت ليلة أمس، وكذلك الشكر موصول لكم إن شاء الله أخوي ناصر وأخوي إقبال. أشكر على واجب الله يسلمك. يا مرحبا. في البداية أستاذ منصور، حدثنا عن نسبة الأمطار اللي تساقطت أمس على منطقة أم صلال وما حواليها بشكل عام. ولله الحمد والمنة، الأمطار التي هطلت على المناطق التابعة لبلدية أم صلال لم تكن بالأمطار الغزيرة، إنما هي دون المتوسط، والحمد لله تمت السيطرة على نقاط تجمع المياه الأمطار وسحب كافة تجمعات المياه لكافة المناطق التابعة للبلدية. نعم، هل نجحتوا في سرعة الاستجابة، أو هل كان هناك سرعة استجابة لسحب المياه المتجمعة؟ الحمد لله، لكن المياه لم تكن غزيرة، قلت لك المياه دون المتوسط، ولم يكن تسجيل هناك تسجيل اتصال عن طريق موقع الوزارة أو اتصال هاتفي، إنما هنالك المفتشين والمراقبين الميدانيين الذين قاموا بعملية مسح شامل للمنطقة والتركيز على بعض النقاط نفسها السابقة القديمة التي موجودة لدينا التي تجمع بها مياه الأمطار وسحب كميات ضئيلة ليست بكميات التي تذكر. نعم أستاذ منصور، يعني لو نتحدث عن موضوع آخر، هل كانت في مشاكل عانيتوها من شبكات الصرف الصحي في المنطقة بعد هذه الأمطار؟ للتعديل، هي ليست شبكة صرف صحي، إنما هي شبكة قنوات تصريف مياه الأمطار في الطرق العامة والطرق الرئيسية. لله الحمد ان كنا عندنا تنسيق مسبق مع هيئه الاشغال العامه في شهر اغسطس وسبتمبر من كل عام بعمليه تنظيف جميع قنوات تصريف مياه الامطار تحسبا لسقوط الامطار في شهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر، موسم هطول الامطار. ولله الحمد يعني اكثر الامطار التي هطلت ليله البارحه انسابت في الشوارع نفسها وانزلت قنوات التصريف الى جوف الارض. نعم، يمكن ذكرت في بداية المكالمة بأنكم عارفين الأماكن اللي يكون فيها تجمع الأمطار سيد منصور، ولكن هل عندكم خطط مسبقة للتعامل مع هذه الكميات المتساقطة من الأمطار بالذات في الأماكن اللي حددتوها مسبقا؟ نعم، الأماكن التي حددناها مسبقا كانت فيما سبق تتجمع مياه الأمطار، وذلك لسبب الانسدادات الموجودة في قنوات الصرف لتصريف المياه الأمطار.
لأن هذا الموسم قمنا مع تنسيق مع هيئة الأشغال العامة بفتح هذه الامتدادات وانسابت المياه الحمد لله في القنوات نفسها إلى جوف الأرض، ولم تسجل أي يعني تجمع كبير لمياه الأمطار في تلك المقاطع. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. لو تحدثنا عن التنسيق بينكم وبين الجهات الأخرى، وخاصة في هذه الأوقات اللي يمكن تحتاج تكاتف الجهات جميعا في مصلحة واحدة. نعم، احنا تقريبا لو طلعنا على أمطار البارحة كانت الأمطار تقريبا في منطقة جنوب قطر كميات كبيرة، والمنطقة الوسطى من قطر منطقة الخور، وشرق وغرب منطقة الخور، وكذلك الحدود الغربيه لخطر كانت بها مياه غزيره. نعم. اما التنسيق ما بيننا وبين جميع البلديات فقط بالاتصال ما بين مدراء ادارات شؤون الخدمات الذين هم اعضاء اللجنه الدائمه للطوارئ، طوارئ الامطار. فقط بالاتصال تتحرك جميع السيارات والمعدات نفسها لموقع التجمع الموجود في اي بلديه ويتم سحب كافه تجمع الامطار الموجوده بها. نعم، ودي بعد أعرف إذا كان في تنسيق بينكم وبين إدارة وهيئة الأرصاد الجوية أو تتبع لحالات الطقس قبل سقوط الأمطار. والله هناك اجتهادات فردية من قبل إخواني في مدراء إدارة شؤون الخدمات وكذلك مني شخصيا على متابعة المواقع الأنترنت نفسها. نعم. وتتبع نفسها حالة الطقس فيها. ولله الحمد يعني كانت التحذير امس انه بوجود رياح شديده ومع امطار رعديه، وبالفعل الحمد لله نزلت، وكنا قبل ذلك انا قبل تقريبا الساعه 12 الظهر كنا مستعدين لهطول الامطار في فتره ما بعد العصر. والحمد لله يعني جميعا هي تنبؤات موجوده بالارصاد الجويه، يعني بس احنا نعمل حساب ليش؟ عشان قدر الله نزلت الامطار نكون على استعداد تام، ما نكون نتفاجأ بنزول هطول الأمطار. نعم، الله يعطيكم العافية. سيد منصور النعيمي مدير إدارة شؤون الخدمات وعضو طوارئ الأمطار في بلدية أم صلال، شكرا على تواصلك المباشر معنا، وأيضا نشكر كل من ساهم معكم في هذه اللحظات اللي يمكن تعتبر يمكن أمطار خير لنا جميعا يا ناصر. ولله الحمد، ونسأل الله أنه يعيدها علينا، وأنا متأكد كثير من المشاهدين الآن ودهم يعرفون عن أحوال الطقس، هل ما زال هناك إن شاء الله فرصة لسقوط أمطار أو لا، وهذا العلم أولا وأخيرا عند الله سبحانه وتعالى. ولكن معنا من إدارة الأرصاد الجوية أيضا على الهاتف السيد راشد الدوسري وعلوم الجو اللي راح يعطينا علوم الحياة، إذا به علوم حياة إن شاء الله. راشد مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور والسرور. مرحبا يا ناصر وصباح، شلونكم؟ مرحبا مرحبا، بشر يا راشد. الله يسلمك. بالنسبة اليوم بدأت تقريبا في تحذير متوقع خاصة على المناطق الشمالية. نعم. متوقع بأمطار داخل البحر، يمكن تكون رعدية تقريبا، وفي نسبة تدني رؤية تقريبا على بعض المناطق صوب المناطق الشمالية الشمالية غربية وصوب سمرة تقريبا بشدة الرياح تقريبا. نعم. الجو بشكل عام بيكون غائم جزئيا، وفي فرصة الأمطار إن شاء الله، فرصة الأمطار بتكون متفرقة. يمكن تكون رعدية بس داخل البحر. الهواء بشكل عام بيكون شمالي لشمالي غربي تقريبا بر وبحر، بيكون مكشكي تقريبا من 5 إلى 15 عقدة، بس مع الأمطار ممكن يوصل لحد 25 عقدة هاي داخل البحر. بالنسبة للموج السيف تقريبا بيكون من قدم لقدمين، بس داخل البحر من قدمين لأربعة، بيوصل 6 أقدام مع الأمطار الرعدية خاصة على المناطق نذكرها المناطق الشمالية. مدى الرؤية تقريبا بيكون من 4 إلى 8 كيلومتر اليوم. بكرة إن شاء الله بتكون الفرصة نفس الشيء موجودة، فرصة الأمطار، بس بتكون بعد تدني في الرؤية الأفقية على بعض المناطق تقريبا خاصة خلال النهار، وبيكون الجو غائم جزئيا. الهواء بيكون بكرة إن شاء الله شمالي غربي لشمالي شرقي، بس شوي زاق يعني تار تقريبا من 8 إلى 18 عقدة، وبيوصل 25 عقدة تقريبا مع الأمطار الرعدية. الموج نفس الشيء بيكون من قدم لقدمين، وداخل البحر من قدمين لأربع بيوصل 6 مع الأمطار. هاي أساس إنه بكرة. بعد بكرة بيكون بداية غد شيء ولا الصبح تقريبا من طرق الفجر، لكن بشكل عام بيكون غائم جزئيا، وفي فرصة أمطار تقريبا بس متفرقة بتكون في الليل تقريبا. والهواء بشكل عام بر وبحر شمالي غربي لشمالي شرقي من 5 إلى 15. نعم. والموج تقريبا بشكل عادي يعني اليوم الثلاثة من قدم لثلاثة ثلاثة أقدام.
بالنسبة للظاهرة اللي صارت أمس الحلب والأمطار هذه اللي صارت. ألو؟ نعم معك راشد تفضل. سلم يا راشد. كانت أسباب هو التعمق منخفض جوي في طبقات الجو العليا وكان يتحرك جنوبا يعني متزامنا مع امتداد لمنخفض جوي على السطح. وأدى هاي إلى حدوث حالة عدم استقرار في على المناطق هذه وأدت إلى نسبة تشكل حزمة واسعة تقريبا من السحب الركامية يعني أدت إلى حدوث زخات من المطر مصحوبة بالرعد البرد وأحيانا على بعض المناطق وخاصة خلال هذه الفترة لأن معروفة الفترة هذه فترة السريات نعم. فالأمور هاي كلها تحدث يعني في لحظة يعني ما لها حد معين أو يعني ما لها توقعات يعني هذه ممكن أنها تكون يعني في تتكون بسرعة بحيث أنها تكونها بسرعة هاي تكونها فجائية يسمونها نعم. يعني حتى اللي يحدث صوب تقريبا صوب السعودية وهاي نفس الطريقة نعم. العوامل هي اللي تساعد نفس الأمور هذه ذكرتها يعني من قبل. نعم راشد الدوسري شكرا لك على هذه المداخلة ويمكن نذكر بس بأن يمكن قال هناك تحذير في المناطق الشمالية لهذه الليلة وهناك فرصة أيضا لأمطار متفرقة وفرصة أيضا بكرة إن شاء الله لأمطار متفرقة ويمكن بعد بكرة في آخر في فرصة أيضا ولكن راح تكون ليلا إن شاء الله بعد بكرة وهذه كلها طبعا أول وأخير العلم عند الله سبحانه وتعالى نشكر أخونا راشد الدوسري اللي من إدارة الأرصاد الجوية إن شاء الله سبحانه وتعالى أنها تكون أمطار أن يرزقنا بالمطر أي نعم وإن شاء الله أنها الله تكون الله. أمطار خير لنا ولجميع من مشاهد قناة الريان في قطر وخارج قطر ننتقل مشاهدينا للحديث عن موضوع آخر حيث أعلنت إدارة الأراضي والمساحة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني عن بدء توزيع قسائم الأراضي بمشروع قسائم الأراضي بمشروع الوكرة وذلك حسب الأولوية المزيد من التفاصيل حول مشروع الأراضي في هذا التغريد في البداية أود أن نوضح كيفية آلية التخصيص من البداية طبعاً الأمر يستدعي صدور موافقة لصاحب الطلب من قبل إدارة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية بعد ذلك يتم اللي هو مخاطبة إدارة الأراضي بصدور الموافقة من ثم يتم الالتزام بالأولوية بحيث يتم إدراج صاحب العلاقة بالأولوية حسب تاريخ صدور الموافقة بمعنى أن يأخذ دوره على قائمة الانتظار حتى يتم تخصيص الأرض حسب اللي هو المشروع وحسب أولوية التخصيص طبعا بعد الحصول أو تلقي صاحب الطلب اللي هو الاتصال من قبل الإدارة أو رسالة من هذه الإجراءات يقوم بمراجعة قسم الاستقبال طبعا بحيث يعبي نموذج الاستمارة الخاص بطلب الأرض بالإضافة إلى فوق صورة البطاقة الشخصية والرسوم المخصصة للأرض بعد ذلك يتم إرسال هذه الطلبات مجمعة كاملة للإدارة بحيث يتم تخصيص الأرض لصاحب العلاقة ومن ثم فترة عمل من يومين إلى 3 أيام حتى صدور سند الملكية والمخصص باسم صاحب العلاقة للسجل لإدارة التسجيل العقاري من ثم إصدار سند الملكية باسم صاحب العلاقة هنا ينتهي دور الإدارة بحيث بعدها يبدأ ذلك بالتنسيق مع إدارة إسكان مرة أخرى أو بنك التنمية لإنهاء إجراءات البناء. من ضمن المشاريع الحالية حالياً عندنا اليوم مشروع الوكرة، مشروع الوكرة كمشروع ضخم يتكون بحدود 3200 قسيمة. طبعاً المساحات تم اعتمادها حسب نظام غمرون الإسكان من لما صدر حددنا مساحات معينة بحيث تكون 1000 متر مربع للقسيمة الواحدة خارج مدينة الدوحة و625 متر مربع داخل مدينة الدوحة. طبعاً أغلب المشاريع الآن كلها خارج مدينة الدوحة. فمثل ما تفضلنا في السابق أخذنا بالاعتبار كتخصيص قسيمة ويؤخذ فيه تاريخ الموافقة متى صدرت موافقة من إسكان ومتى تم إدراجها عندنا كقائمة انتظار. طبعاً القائمة تزيد وتنقص حسب اللي هو المشاريع المتوفرة. في حالياً في الوقت الحالي يوجد تقريباً لدى الإدارة بحدود 6500 طلب. طبعاً نتوقع مشروع الوكرة يغطي تقريباً نصف القائمة هذه وتتقلص يمكن حدود 3000. في حال اللي هو تخصيص المشروع بشكل كامل. هناك مواعيد المراجعة طوال أيام الأسبوع سواء كانت الفترة الصباحية أو المسائية من الساعة 5 حتى الساعة 7 مساء لإنهاء الإجراء اللي تضمن اللي هو تعبئة استمارة التخصيص بالإضافة إلى دفع الرسوم
المعمول بها، ثم بعد ذلك يتم أخذ الطلبات هذه للإدارة ومنها لإجراء فتح الملفات ثم مخاطبة السجل العقاري بإصدار سند الملكية وتخصيصها لصاحب العلاقة. بعد هذا التقرير بنروح فاصل، وينضم لنا بعد هذا الفاصل السيد محمد البن علي اللي راح يكلمنا عن رؤية قطر 2030 بلغة الإشارة. حياكم الله مشاهدينا، متواصلين معاكم في برنامج ترحيب. عقدت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بحضور ممثلين عن جمعية الشارقة للخدمات الإنسانية مؤتمرا يسلط الضوء على ضرورة تلبية احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة السمعية منها وأيضا البصرية وأطفال التوحد. ومن أبرز ما تم البحث فيه خلال المؤتمر حق التعليم ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع. تفاصيل خلونا نتابعها في هذا التقرير ونرجع. ما في شك ان الجمعيه القطريه ذوي الاحتياجات الخاصه طبعا تسعى جاهده من خلال اختصاصها، طبعا من خلال المهام الموكله اليها، طبعا بالتواصل مع المجتمع وتنميه افراد هذا المجتمع، خاصه من الاسره اللي عندها اعاقه، طبعا ايا كانت نوع هذه الاعاقه. طبعا نشاط نحن متعدد ومتشعب لجميع حالات طبعا الاعاقه، وهذه الورشه طبعا هي استكمال للورش اللي قيمت في السابق، خاصه هي موجهه للصوم وللتوحد وملازمه داون. هذه كلها من ضمن البرامج اللي انت بناها. طبعا احنا عندنا برامج بشكل سنوي وخطه طبعا معتمده من مجلس الاداره ننفذها بشكل دوري وفقا طبعا لمواقيت ومواعيد معينه، خاصه بعض الورش وبعض الفعاليات تتناسب مع مناسبات دوليه واقليميه. طبعا هذه الدورة والورش المصاحبة لها تم التنظيم ما بين الجمعية القطرية لذوي الاحتياجات ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. طبعا هذه الدورة تناقش بعض حالات ذوي الإعاقة مثل التوحد، متلازمة داون، الصم. عندنا بعض التجارب لأولياء الأمور. طبعا أول شيء احنا الدورة مستقطبين تقريبا أكبر فئة من المدارس، مساعدات المعلمات، وعندنا من مركز الشفلح أيضا. كل هذا أساس كتوعية للمدرسة القطرية أو المساعدة في كيفية التعامل مع الحالات الخاصة من ذوي الإعاقة. تدشن قدا أو بعد قد الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة رؤية قطر 2030 بلغة الإشارة للوصول إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع بمن فيهم ذوي الإعاقة السمعية، وذلك خلال دورة تدريبية أطلقتها أمس بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. للحديث عن أهمية هذا التدشين أو هذه الخطوة معنا في الاستديو السيد محمد البن علي، مسؤول الإعاقة السمعية في الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. مساك الله بالخير يا محمد، ونرحب فيك في برنامج ترحيب. الله يخليك ويسلمك وشاكر لكم صراحة هذه الاستضافة. لا شكر واجب على واجب، الله يسلمك. وفي البداية ودنا نتكلم عن أهمية تدشين رؤية قطر 2030 بلغة الإشارة، ومتى راح يكون هذا التدشين؟ هو راح يكون بعد بكرة يوم الثلاثاء الساعة تقريبا 11 أو 10 ونص الصباح. طبعا قبل اجاوبك على سؤالك، هو في تاريخ قديم هو اللي دفعنا ان احنا نتجه الى الاشخاص ذوي الاعاقه السمعيه ونعمل لهم شيء خاص فيهم. احنا عملنا كثير من الانجازات حقيقه في قطر عموما مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، انت عملت مع الكثير، يمكن اخرهم الجمعيه القطريه، ويمكن اكثر ناس تعاملت معهم الجمعيه القطريه بحكم اني صرت اعمل معاهم يعني كمسؤول الاعاقه السمعيه.
بالعام الماضي عملنا الاتفاقية الدولية بلغة الإشارة، وهذا الشيء النفع ما يعود فقط على الأصم القطري إنما على الأصم العربي عموما. بس رؤية قطر 2030 صراحة فكرة هذه نابعت من الأستاذ أمير مدير التنفيذي للجمعية، وعرضها عليه بالعكس رحبت فيها، قلت يعني شلون احنا أغفلنا مع المشاغل، ان الأصم من حقه انه يعرف ايش قاعد يدور في قطر. يعني ايضا يمكن شفنا من بدايه التقرير كان ايضا ترجمه النشيد الوطني من خلال لغه الاشاره. نعم. ايضا بالتعاون. نعم. يمكن بين الجمعيه وبين عدد من الجهات وبين نعم. هذه السلام الوطني كان بالتعاون ما بين قناه الجزيره ووزاره الشؤون. نعم. مثل ما نوهت انا في البدايه، انا تعاملت مع كثير من وزارات مؤسسات المجتمع المدني بهدف ان انا اول شيء عندي هدفي ان اسم قطر دائما يطلع فوق طبعا. وثاني شيء الاصم القطري، ومن ثم الاصم الخليجي والعربي. نعم. يعني اعمال كثيره لكن نخليها مع الاسئله ان شاء الله. زين استاذ محمد، لو تحدثنا عن الجهات اللي تعاونتوا معاها بحيث انكم تطلعون بهذا الملخص بهذه النتيجه اللي اكيد وبالتاكيد ايضا راح تخدم الاصم القطري باذن الله ان شاء الله. والاستاذ الكريم احنا تعاملنا مع جهات كثيره، انا ما اقدر احصر لك، لكن مثلا وزاره الشؤون عملنا معها السلام الوطني، جمعيه السكري عملت معها انا، جمعيه السكري كان توأما بين جمعيه السكري وقناه الجزيره، عملت معها توعيه بمرض السكر للصم، وعملت مع وزاره الداخليه ايضا توعيه مروريه. لا هو كان برنامج كبير منه توعيه مروريه، وهذا البرنامج يمكن اخذ المركز الاول على مستوى الوطن العربي. تعاملت مع ما اذكر يعني الاتفاقيه الدوليه مع الجمعيه، القاموس الاطلس الاشاري الجغرافي. نعم. مع الجمعيه. نعم. قواعد لغه الاشاره مع المجلس الاعلى. انت تذكرني وانا بقول. يمكن ايضا المعاجم. المعاجم هي متفارقه صراحه، عندنا. نعم. عندنا اخر معجم كان معجم الديني. نعم. مع مركز الصم، كان بالتعاون مع مركز مع وزاره الاوقاف. اللي قبلها كان المعجم الاشاري العربي الثاني مع نعم. يمكن ايضا المجلس الاعلى. يمكن ايضا قرار الامم المتحده لذوي الاعاقه في 2007 ايضا تم ترجمته. هذه هو الاتفاقيه الدوليه. نعم. بلغه الاشاره. زين يعني استاذ محمد، لو تحدثنا عن هذا التدشين اللي راح يصير، كم من الوقت خذ منكم؟ يعني اتوقع يعني اشتغلتوا عليه مده طويله، خاصه انه يمكن هذا الكم الهائل من المعلومات اللي ودنا او ودكم انتم تترجمونها الى الاصم، يعني لابد انها تاخذ الوقت الكبير وايضا تطلع بجوده عاليه للاصم. نعم. هو تقريبا الوقت اللي يعني السلبيه اللي كان في الموضوع كله، اني انا اصلا مشغول، فبالتالي انا كنت لازم اروح اتفق مع الاستوديو، وانتم مذيعين ما شاء الله بعد تعرفون. نعم. الاستوديو. نعم. وحجز والحجز ومحجز وكذا، فاخذ مني وقت طويل يعني من A to Z تقريبا، عملنا بجهود شخصيه مع الجمعيه يعني. نعم. لكن الاتفاقيه اخذت مني وقت اطول. زين ودنا نعرف الاهداف اللي انتم يعني تعملون تحقيقها من خلال تدشين رؤيه قطر 2030. هو استاذ الكريم شوف، جاء في الاتفاقيه، انا قلت لك عن التاريخ، جاء في الاتفاقيه من حق الاصم او اي محق الوصول للمعلومه، لطالما انه في شيء مهم يجب على الاصم انه يتعلمه وهو صعب الوصول اليه، وبالتالي بيكون هذا جرم في حقه من قبل المجتمع، لطالما احنا نعمل مع الاصم يجب ان نسهل له حقه في الوصول للمعلومه، وبالتالي احنا ترجمنا هذا الكلام بلغه الاشاره. الحين مثل ما تقول وضعنا الكره في ملعب الاصم، اذا انت ما تبي توصل للمعلومه هذه مشكلتك، احنا كمجتمع خلصنا ضميرنا تجاه انفسنا يعني، الحين باقي اللوم عليك انت تقرا او تشوف الاشاره وتسال. لكن اتوقع يعني استاذ محمد في مساله اضافيه احنا علينا، بحيث انه يكون في توعيه لجميع الاصماء الموجودين عندنا في المجتمع، بحيث ان احنا كلنا نوصل لهم هذا الكتيب او نوصل لهم هذا الناتج اللي يمكن اشتغلوا عليه عدد كبير انت اشتغلت عليه وايضا الجمعيه نفسها. هو استاذ الكريم طبعا انا مثل ما قلت لك انا ما جبت معي لان ما دشنا لسه، لكن ان شاء الله تاكد بمجرد ما يكون في تدشين هناك خطه معموله جاهزه للتوزيع. نعم. نعم. احنا عموما نرفع كل شيء عندنا على الويب سايت مال. نعم. الجمعيه، وعندنا حتى خطه في المستقبل نرفعها حتى على الابل ستور وعلى. نعم. الاندرويد على الجلاكسي ان الناس تنزله يعني. نعم. وكله والله الحمد لله الاعمال اللي عملناها في قطر كلها ماشي. يعني مجانا ووزع على العالم العربي. خلنا بس نعرض للمشاهد بعض طيب. الاعمال اللي قمتوا بها. هذه الاتفاقيه الدوليه بلغه الاشاره. نعم. هذه على CD. هذه على CD. ناس في ناس طبعته. نعم. هو الطباعه سهله، الاشاره هي صعبه، مثل ما قلت لك اخذت مني وقت طويل لان القوانين صعبه شوي اساس تفهم انت القانون. اذا. نعم. اذا فقد شيء لا يعطيه، اذا انت ما. أكيد. فهمت ما تقدر تترجمه، صح. وبالتالي اخذ مني هذا وقت طويل. وزعنا
من سنة تقريبا، وزعنا كسيدي وزعنا حتى على الويب سايت، ممكن أي واحد يدخل QSRN يدخل موقع الجمعية وينزل عنده. هذا الأطلس الجغرافي، هذا أطلس الوحيد من نوعه على مستوى العالم ما شاء الله. نعم، لأن يوم جينا نسويه يختص في شنو؟ هذا في المناطق، يعني مثلا الوكرة، الخور، بالعمران، على مستوى القطار. مثال مثلا على بعض ال أوكي، مثلا خلنا أختار واحد غيري أنا. طيب مثلا هذه الحين في كرواتيا، مثلا نقول كرواتيا زغرب، كرواتيا كذا، الإشارة. طيب الإشارة احنا كيف نجيبها؟ نجيبها يا طويل العمر من الأصم الكرواتي، يعني ما ألفها أنا كأصم قطري. نعم. هذا على مستوى العالم. حلو. لما جينا نسوي اتصلنا في قالوا ديت افضل جامعه في العالم موجوده في امريكا، قلنا لكم هل انتم عندكم اطلس جغرافي للولايات الولايات الامريكيه؟ قالوا ما عندنا. قلنا احنا في صدد ان نعمل، فعملناه وزعناه، اعطيناهم هديه حتى حق الكونغرس، وموجود الان في مكتبه الكونغرس موجود. نعم. هذا الاطلس، هذا طبعا معاه سي دي ممكن تحمل انت. وانا اشوف انه يعني الداعم لهذا المشروع هي شركه قطر. نعم نعم، شركه صراحه ما تقصر تدعم. هذه النسخه الثانيه، في نسخه اولى. نعم. هو طبعا كان زملاء محمد رمزي وسمير سمرين، واحنا اشتغلنا معهم. نعم. هذا القاموس الجغرافي. نعم. انا ما ادري كم عندي وقت. تفضل. هذه قواعد لغه الاشاره، قواعد لغه الاشاره تختلف عن قواعدنا احنا. نعم. عالميه مثلا، لا قواعد لغه الاشاره القطريه العربيه الموحده. نعم. ضربنا اكثر من عصفور بحجر بهذا العنوان، هو تخصص في تخصص في تخصص. يعني عقة سمعيه الى لغه الاشاره، الى قواعد لغه الاشاره نفسها. هذه المكتبات العربية أصلاً تشح مثل هذه المراجع. نعم. فإحنا عشنا مع أصف فترة طويلة، قلنا طيب إلى متى لازم إحنا نفهم العالم، لازم نطلع بشيء جديد، شيء جديد يوضح للجمهور. بالضبط. هذا أعمله من الأسئلة على شؤون الأسرة، هذا إن شاء الله بعد راح نعمله على الأندرويد. نعم. والأبل ستور. نعم. السيد محمد البن علي، مسؤول الإعاقة السمعية في الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، إحنا متواصلين معك. نعم. وفي حوارنا معك مشاهدينا، نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل حديثنا مع الضيف. حياكم الله مشاهدينا، متواصلين مع السيد محمد البن علي، مسؤول الإعاقة السمعية في الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. أستاذ محمد الله يعطيكم العافية، جهود تشكرون عليها صراحة. يعني احنا شفنا أكثر من إصدار أصدرتوه، يعني أكثر من يعني مختلف الأشياء التي تضمنها، لكن لو نتحدث على مدى دعم هذه الخطوة من دولتنا، دولة قطر اللي تعتبر يمكن تهتم بذوي الإعاقة وأيضا تدعم حقهم بالمعرفة، وأيضا يعني معرفة اللي قاعد يصير حولهم. أستاذ الكريم، طبعا أنا شهادتي في حكومة قطر مجروحة، يعني أنا لو قلت أخاف يقولون هذا قطري وقاعد يندع في بلده، لكن قطر ما خلت. يعني إحنا كنا في ملتقى خليجي من أسبوع تقريبا في البحرين، يعني الكل يبي يستفيد منه، يعني الكل يقول أعطونا أفكاركم، أعطونا كذا، كيف سويتوا وكيف كذا. إحنا ولله الحمد والمنة، يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى الله بدعمنا، بدعم حكومتنا والناس المخلصين في هذه البلد. على مستوى الوطن العربي يمكن صرنا مصنفين، يعني يمكن بامتياز. على مستوى الوطن العربي انا اكلمك بس فقط الاعاقه السمعيه. نعم. باقي الاعاقات انا مش خبير فيها، لكن انا متاكد ان مثلا مركز الشفلح صار قبله لكل الناس اللي تعمل في هذا المجال. يعني شهادتي في جميع الناس المعنيين اللي يعملون مع الاشخاص ذوي الاعاقه تقريبا تكون ما بقى يعني ابخس في حق احد. لكن اذا سالتني عن الصم، بحكم ان انا اشتغل معهم كثير. نعم. أنا أقول لك يعني حكومة قطر أول شيء بدعمها للجمعية القطرية ودعم كل المشاريع تقريبا، ما في مشروع أنا فكرت فيه وقف بأمانة. يعني إذا وقف في أمور ثانية، مش عشان البادجت أو الميزانية، مش الدعم يعني الدعم سبب آخر. الدعم المعنوي كبير لنا الحمد لله بأمانة. يعني ما في مسؤول قبلنا، ما في مسؤول رحنا لنا بنقابل رفض. عندنا شراكة كثيرة من الجمعية، مثلا وزارة الداخلية والجوازات وكذا. يعني تقريبا احنا اشخاص ذوي الاعاقه اغلب الرسوم اللي عليهم ملغيه، يمكن القطري وغير القطري. يعني مركز صم بعد ما يقصر، يعني يدعمونا بقوه. ما بيحرق فيه مفاجاه في شهر 11 راح تصير في قطر ان شاء الله مستوى على مستوى عالمي، لكن ان شاء الله نخليها لوقتها. فهذا بعد جانا دعم كبير جدا من وزاره الثقافه حق الامر هذا. يمكن سالت تحت الهواء ليش قطر؟ قلت لك ان في دعم،
بامانه يعني يعني ما اذكر ان في حد فكر يعني الناس تفكر برا وتجيب هنا تسويه. يعني استاذ محمد الدعم موجود واحنا علينا يعني نرد جزء من الجميل لبلادنا قطر من صح. هذه الكم الكبير من المعلومات اللي احنا قاعدين نقدمها لبلادنا قطر واتوقع ان ايضا يعني الاشخاص من الدول العربيه راح يستفيدون من المعاجم اللي قاعده تصير عندنا. احنا استاذ الكريم كل شيء نسويه يعني ما في شيء سويناه بفلوس، كله يعني مجانا. نوزع الناس نوزع الناس لما نروح لهم، يعني احنا نشيل الوزن وندفع وزن ونودي لهم، او لما يجونا نعطيهم بفلوس. احنا هذا الاتفاق يعني انتم تسوونه مثل الصدقه الجاريه بالضبط، يعني هذا اللي يستفيدون منه الكل يعني يستفيد يعني الله سبحانه وتعالى. يعني الحديث بما معناه من تعلم علما وكتمه الجمال الله بالجمال من النار يوم القيامه، هذا علم مسؤوليه علي انا لازم اطلعها وتعطيها. يعني هذه الاتفاقيه الدوليه راح عملنا لها تقريبا بالاتفاق مع كمذكره شراكه بيننا بين معهد المكفوفين، عملناها بلغه برايل ايضا، يعني في حزمه الان توزع راح توزع قريب حيث انه ممكن الكفيف يستفيد منها يقراها او ممكن يسمعها او الاصل يشوفها اشاريا او الشخص العادي حتى يشوفها كصوت، هذه صوت وصوره وكتابه ايضا، بس الكفيف يمكن يرجع لها اشاريا بلغه برايل يعني. فالدعم الموجود هو اللي خلانا ننجز بامانه. انا ودي اسالك يعني كيف تشوف دمج ذوي الاعاقه السمعيه في المجتمع ودورهم خلينا نقول في تنميه المجتمع وتحقيق رؤيه قطر 2030؟ هو استاذ الفاضل يعني خلينا نرجع بالتاريخ شوي، انا احب اتكلم بالتاريخ لان انا عشت معاه فتره طويله. لما ترجع انت في بدايه ال2000 ما كان موجود هذا الزخم الكبير من الشراكه ما بين الاصم والمجتمع السامعين، لكن النظره تغيرت. الشيخ موز دشت في الموضوع، ترأست مجلس الاعلى شؤون الاسره من ذاك الوقت، واحنا نشوف صراحه يعني انا كنت اول الاحق الصحافه، الحين الصحافه صارت تلاحقني، في فرق كبير صار فيه اهتمام وعي مجتمع تجاه المعاقين السمعيين. يمكن على مستوى الدوله ايضا، على مستوى الدوله ليس بعض الاعاقه السمعيه نعم. الصم صار لهم مركز، صار لهم كيان، صاروا يشاركون حتى داخليا وخارجيا. بالامس القريب كانوا في البحرين، قريب راح يروحون اماكن كثيره. فبالتالي الاصم نفسه باقي الدور عليه الحين، قلت لك في البدايه المجتمع ما قصر معاهم في شيء، باقي على الاصم. احنا كثير ما قلنا حق الاصم هذا الشيء، لكن انا راضي عن صم قطر وانجازاتهم ولله الحمد والمنه. صرنا نغبط عليها يعني. نعم زين، قبل نختم معاك باختصار ممكن تحدثنا عن الاتفاقيه الامنيه اللي سويتها مع وزاره الداخليه؟ اها، الاتفاقيه الامنيه مع وزاره الداخليه طبعا هذا كان مشروع كبير، منها مفروض يكون تكست يعني نصائح مثل الاس ام اس تروح للصم، ومنها فيديو. عملنا فيلمين فيديو موجودين تقريبا على احد المواقع، ما بذكر الموقع ولا اذكر عادي ما في الا هو ما في الا هو اليوتيوب موجودين، لو تكتب بس انت محمد بن علي يطلع لك كثير من الافلام، من افلام التوعيه الامنيه. يعني حسب علمي اخذت المركز الاول على مستوى الوطن العربي لوزاره الداخليه ما شاء الله. التوعية الأمنية كانت جدا حلوه ودائما انا اشارك فيها في المؤتمرات يعني. نعم استاذ محمد البن علي مسؤول الاعاقه السمعيه بالجمعيه القطريه لتاهيل ذوي الاحتياجات الخاصه، شكرا على حضورك معنا في برنامج ترحيب، وايضا الشكر موصول لجميع من عمل معك في سبيل ظهور هذه المجموعه المميزه من الكتب اللي اتوقع انها راح تكون لها فائده للصماع عندنا في قطر والدول العربيه. شكرا جزيلا وشكرا لقناه الريان على هذه الاستضافه. لا شكر على واجب مشاهدينا. يوفر برنامج الجسر الاكاديمي المقدم في المدينه التعليميه التابعه لمؤسسه قطر للعلوم وتنميه المجتمع الفرص التعليميه للطلاب الذين انهوا مرحلتهم الثانويه ولا يرغبون في الالتحاق بالتعليم الجامعي بشكل مباشر. ويقدم هذا البرنامج مشاهدينا مواد اكاديميه تعليميه مختلفه باللغه الانجليزيه، تفاصيل اكثر عن الجسر الاكاديمي نتابعها معاكم في هذا التقرير. يحرص القائمون على برنامج الجسر الأكاديمي على توفير منهج أكاديمي مميز يلبي احتياجات الطلبة ويساعدهم على الانضمام وتحقيق النجاح في الجامعات العالمية الرفيعة المستوى والتي يتم التدريس فيها باللغة الإنجليزية. ويقدم البرنامج للطلبة الملتحقين به المعارف الأكاديمية الأساسية في الدراسات المتخصصة، إضافة لاكتساب الكفاءة في اللغة الإنجليزية وتعزيز الوعي الاجتماعي.
برنامج الجسر الأكاديمي هو أحد مراكز مؤسسة قطر التي تهدف إلى إطلاق قدرات الإنسان، ورؤية برنامج الجسر الأكاديمي هو مساعدة الطلاب الخريجين من الثانوية العامة وخاصة القطريين منهم للالتحاق بالجامعات، جامعات مدينة التعليمية على وجه الخصوص، والجامعات الناطقة باللغة الإنجليزية في باقي دول العالم. طبعا فيها مواد أكاديمية تقدم للطالب، هي اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الكمبيوتر، يدرسها الطالب لتطور من قدراته ومعرفته. هناك أيضا أنشطة أكاديمية وأنشطة اجتماعية يشارك فيها الطالب، تعمل على اكتساب الطالب المهارات القيادية والمهارات الشخصية التي تتطلبها الجامعات. برنامج الجسر الأكاديمي برنامج يفيد الطالب، طالب الثانوية العامة للي ما حصل قبول في الجامعة أو أنه ضعيف في الإنجليزي أو في الرياضيات أو حتى في العلوم. برنامج يساعد الطلاب للتحسن اجتماعيا وتعليميا، يخفف عنه شوي ثقل الجامعة لأنه يدمج بين حياة الجامعة وحياة الثانوية العامة. هو اسم على مسمى الجسر، يمشي فيك من الثانوية إلى الجامعة. في نقاد انتقد الجسر الأكاديمي وقال أنه مضيع للوقت وأن المفروض الطالب الثانوي ينتقل من الثانوية إلى الجامعة دايركت، بس أنا كنت طالب هنا وما أشوف أنه هو مضيع للوقت، بالعكس زادني تعليم وفادني اجتماعيا، والحمد لله أنا الحين طالب في جامعة تكساس من خلال الجسر الأكاديمي. ويهدف البرنامج إلى توفير المهارات الأكاديمية والشخصية اللازمة لخريجي المدارس الثانوية في قطر لضمان نجاحهم في الدراسة الجامعية، ولا سيما في جامعات المدينة التعليمية التي تعتمد الإنجليزية كلغة التدريس الأساسية في برنامج الجسر الأكاديمي. نظم برنامج الجسر الأكاديمي عضو مؤسسة قطر يوم مفتوح للطلاب أو لطلاب المرحلة الثانوية، وذلك لتعريفهم بالبرامج والدورات الأكاديمية والنوادي والأنشطة اللي يوفرها البرنامج. للمزيد من التفاصيل مشاهدينا حول اليوم المفتوح، معنا في الاستديو السيد أحمد الجاسم رئيس شؤون الطلاب في برنامج الجسر الأكاديمي. أحمد، نرحب فيك في برنامج ترحيب، ونقول لك يا مرحبا بك في مكانك في ثلاثة الأيام. يا مرحبا بك اخوي صباح، ويا مرحبا بك اخوي ناصر، احب ارحب عليكم ومسي على كل المشاهدين. طبعا يعني مثل ما شفتوا في الفيديو، برنامج الجسر الاكاديمي يعني او تحت مظله مؤسسه قطر التي ترعاها سمو الشيخ موزه بن ناصر المثند. برنامج الجسر الاكاديمي من مسمى بشكل عام عباره عن جسر او حلقه وصل بين الطلبة حديثي التخرج من الثانوية وحابين الالتحاق بالجامعات. برنامج الجسر الأكاديمي يعني بتأهيل الطلاب وإعدادهم للمراحل الأكاديمية قبل لا ينضمون للجامعة بشكل مباشر. بالضبط. زين، يمكن أمس كان السبت نظمتوا يوم مفتوح للطلاب، الهدف من تنظيم هذا اليوم المفتوح لطلاب الثانوية؟ طبعاً الهدف من تنظيم اليوم المفتوح هذا، طبعاً أول مرة ننظم الفعالية هذه، الهدف الرئيسي منها تعريف الطلبة خاصة حديثي التخرج في المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم بماهية وهيكلة البرنامج الجسر الأكاديمي، إيش هو الجسر الأكاديمي بشكل عام، وتعريفهم على مرافق الجسر الأكاديمي والفعاليات اللي تصير فيه. وطبعاً أعضاء هيئة التدريس كانوا متواجدين في ذاك اليوم، وكل أعضاء هيئة التدريس كانوا أو قسمناهم كجروبات، كل جروب من الطلبة مع عضو من أعضاء هيئة التدريس يمشيهم في 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 برنامج الجسر الأكاديمي ويعرفهم على المناطق والمرافقات الموجودة في الجسر بشكل عام. نعم، يمكن أحمد خاصة اليوم مفتوح ويعتبر يمكن يعني منارة أو يعني نقدر نقول شيء يعرف الشخص اللي راح يدخل إن شاء الله في السنة القادمة في الجسر الأكاديمي، يعرفها في البرامج، بالأشياء، بالأماكن، بالأشياء اللي قدمها. لكن أنا ودي أسألك عن أهم البرامج اللي تم التعريف من خلالها يوم أمس. طبعاً البرامج اللي تبعناها في اليوم المفتوح
يعني ما كان في برنامج محدد، لان احنا كان يوم مفتوح، كان يعني نخلي الطلبه واولياء امورهم مع اعضاء هيئه التدريس يندمجون يعني في محيط الجسر الاكاديمي، فما كان يعني هناك برنامج معين. لكن اللي كان متبع في 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 اليوم المفتوح كانوا كل جروب من الطلبه المستجدين واولياء امورهم يمرون على نقاط. يعني اول نقطه كانت عباره عن طرح اسئله من الطلبه المستجدين على اعضاء هيئه التدريس. طبعا كل ولي امر وطالبه يسال ايش برنامج الجلسه الاكاديمي وايش الفعاليات اللي يسوونها وايش الانشطه. طبعا النقطه الثانيه ينتقلون الى طلبه متخرجين من برنامج الجلسه الاكاديمي نفسه. واحنا ايضا يعني احمد احنا قاعدين نشوف تقرير شفنا طلبه متخرجين، يمكن عبد الرحمن الحمادي وايضا احمد الملك اللي هم طلبه الان في جامعه قطر. نعم. وكانوا سابقا في برنامج الجلسه الاكاديمي. نعم. هذه انسب طريقه كانت نسويها عشان نكسر الحاجز ونروي الطلاب المستجدين خاصه لطلبه المرحله الثانويه. نعم. على كيف طلبه تخرجوا من برنامج الجلسه الاكاديمي وحققوا نجاحات ودخلوا الجامعات وعلى وشك التخرج الان. نعم. كان يعني يعرفونهم على اهميه الجسر ونجاحاته، يمكن حتى ينقلوا لهم تجربتهم اللي بالضبط وينقلوا لهم تجربتهم. نعم. بالاضافه زين كيف شفتوا اقبال خلينا نقول اقبال الطلاب وتواجبهم وتجاوبهم عفوا مع الجسر؟ طبعا الطلبه كان في تجاوب ممتاز من قبل الطلبه. صارت انشطه مثل ما تقول عمليه، يعني من النقاط اللي كانوا ينتقلونها او التشيك بوينتس اللي انتقلوا لها الطلاب المستجدين هذول المرحله الثانويه كانت زياره المختبرات في برنامج الجلسه الاكاديمي. فكانوا بعض الطلبه اندهشوا من 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 من, من الاجهزه المتطوره الموجوده في المختبرات وعملوا تجارب وكانوا يعني متحمسين جدا تجربه البالونه. احنا ايوه بالضبط هذه تجربه البالونه كانت صراحه يعني حصلت اقبال كبير من الطلبه. نعم. يعني تجربه جديده كانت بالنسبه لهم. زين احمد لو تحدثنا عن الشروط اللي يضعها الجسر من اجل يعني لو واحد مثلا من المشاهدين اللي الان في المرحله الثانويه وراح يخلصون ان شاء الله باذن الله هذه المرحله في نهايه السنه ويسألون شن هي أهم الشروط اللي يضعها الجسر الأكاديمي للدخول فيه؟ طبعاً شروط الجسر الأكاديمي يعني مثل أول نقطة حاب أذكرها أن الجسر الأكاديمي يبحث على 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 الكواليتي مش الكوانتيتي. يعني إحنا نبحث على جودة. نعم. الطلبة. نعم. يعني فحاطين شروط مش تعجيزية وسهلة إن شاء الله لكل طالب مجتهد حاب يدخل يلتحق بالجسر الأكاديمي، سهلة إن شاء الله بالنسبة له. طبعاً أول شرط في ابلكيشن يعبي طلب تسجيل. ثاني شيء اختبار الايلتس نطلب بنسبه بسيطه 4.5 طبعا 4.5 ونسبه بسيطه. هذه طبعا بالنسبه اذا حاب انه يرتبط او يلتحق بالجامعات خاصه سواء داخل الدوله او خارج الدوله. طبعا الجامعات تطلب نسب اكثر من 5.5 و 3 5.5 و6 وبعضها توصل ل 8. يعني 4.5 أتوقع أنها سهلة يعني أي طالب يحصلها. وطبعا نسبة الثانوية كنا نطلب في السابق 80% في الثانوية، الحين 75%. 75. نعم 75% يعني مش أقل من 75%. إحنا أتوقع سهلتوا نسبة الدخول في الجسر الأكاديمي. نعم 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 بالضبط. أنت عارف هالشيء أخوي صباح. نعم. يعني على يوم كنا صعب ندخل أقل من 80 ما يقبلونا. صح. طبعا الحين تغيرت الشروط. وأيضا يعني أتوقع يعني يمكن ناصر مسألة الجسر الأكاديمي، هو قبل الجسر الأكاديمي يكون درجته في الآيلتس 4.5، لكن بعد الانتهاء من الجسر بالتأكيد أنها راح تكون أو راح يكون الفرق شاسع. طبعًا. بعد الانتهاء منه أكيد، لأن في مرحلة الجسر هذه راح يدرس طبعا اللغه الانجليزيه بمراحلها المختلفه، راح يدرس الرياضيات والعلوم طبعا والحاسب الالي. كل هذه المواد راح تاهله لدخول ارقى الجامعات في 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 سواء داخل جامعات حمد بن خليفه او خارج الدوله. ف بالنسبه للانجليزي 4.5 انا اشوف يعني كبدايه ممكن بسيطه اصلا، ولكن ممكن مثل ما ذكر صباح بان بعد ما يتخرج من الجسر كذلك راح تكون النسبه اكثر اكبر وممكن يحصل على النسبه هذه خلال مرحله خلال دراسته في الجسر الاكاديمي من اول تيرم راح يحصل 5.5 يعني بكل سهوله. زين برايك هل نقول نجاح اليوم المفتوح في ترسيخ اهميه برامج اللي يقدمها الجسر الاكاديمي خلنا نقول المرحلة للطلاب قبل انضمامهم للجامعة؟ طبعا اليوم المفتوح نقدر نقول انه قدم يعني او حقق نجاح
باهر الصراحة، لأن إقبال الطلاب وإقبال أولياء الأمور والطلبات اللي أخذت والتسجيل والأسئلة والاستفسارات اللي طرحوها الطلاب كانت تتنم على اهتمامهم وإعجابهم باليوم المفتوح. فإن شاء الله في المستقبل إن شاء الله راح نضاعف جهودنا في من خلال إعداد يوم مفتوح أو جولات ميدانية أكثر بتوعية الطلبة المستجدين أو طلبة الثانوية بالمرحلة. يعني نقول أنه خلال يعني هذا يمكن تم نقول عمله لأول مرة، هل نقول أنه راح بيكون مستمر بشكل سنوي إن شاء الله بإذن الله أو أكثر من مرة في السنة إن شاء الله؟ راح يكون في توعية وراح يكون طبعا بإذن الله يكون سنوي إن شاء الله. نعم. حتى نعم. في أحمد يعني أنت ذكرت وأيضا هذه رسالة نوجهها لكم مشاهدينا بأن أخونا أحمد جاسم رئيس شؤون الطلاب في برنامج الجسر الأكاديمي وجه لكم رسالة وقال لكم أن شروط التسجيل في الجسر الأكاديمي واحد النسبة تكون 75% والشرط الثاني أيضا 4.5 في اختبار الآيس. لكن أحمد اللي يبي يسجل الآن متى فترة التسجيل؟ طبعا قبل فترة التسجيل عندنا إحنا برنامج يعد الطلاب للتسجيل سواء للجامعات او البرنامج الجلسه الاكاديمي نفسه. متى برنامج في شهر 5 الان؟ شهر 5 إيه ممكن الطلبه الان في خلال شهر 5 يسجلون البرنامج اعداد الايلز وما في اي مشكله يلتحقون ببرنامج الجسر. هو برنامج اعداد طبعا الطلبه لاختبارات الايلز وممكن يعني فتره التسجيل للجلسه الاكاديمي متى راح تفتح ان شاء الله؟ فتره التسجيل ان شاء الله يعني نبتدي استقبال الطلبات ان شاء الله يعني من الان يعني لين تقريبا شهر 7 اي لقبل نعم. بدايه الترم ان شاء الله. والترم اتوقع يبدا بدايه 8 او نص 8 يمكن. نعم احنا بس نفرز الطلبات. نعم. لان جينا طلبات كثيره طبعا يعني حوالي 300-400 طبعا تختارون نوعيه معينه نفرز الطلبه بالضبط طلبه وطالبات طبعا. نعم. فبناء على اللي يستوفي الشروط المطلوبه ما في اي مشكله ان شاء الله. يعني حتى اللي حاب انه يلتحق مثلا ونسبته اقل من 4.5 بامكانه انه يلتحق باي مثلا. نعم. مركز تعليم اللغه الانجليزيه ويطور من نفسه بحيث انه يقدر على شهر 8 او 7 يبتدي يقدر يلتحق في او انه يرتبط في برنامج اللي طرحينه في. نعم. في البرنامج الاكاديمي في شهر فهذا خلال الشهر هذا بامكان اي حد انه يسجل أي حد فيه. اي حد ممكن يسجل فيه في رسوم طبعا يدفعها. نعم. البرنامج اعداد الطلبه لاختبارات الايلتس. زين. نعم. بالنسبه اللي خلينا نقول دورات، هل هناك دورات او برامج جديده في الجسر راح يكون تقديمها مستقبلا؟ طبعا ان شاء الله احنا سعيين جدا طبعا اوريدي في برامج للطلبه، انشطه، زيارات، فعاليات كثيره يقيم فيها الجسر. وطبعا مستقبلا يعني بالاضافه للانشطه اللي قاعده تصير الان راح نطورها. وطبعا احنا الجميل انه ما في حاجز بين الطالب وبين الموظفين بشكل عام. نعم. فالطالب ممكن يقترح علينا اي اقتراح. على سبيل المثال العام كان في اقتراح من احد الطلبه. نعم. بوضع الساعه اوقات الصلاه في الشاشه في شاشات اللابات والممرات يوضعون اوقات الصلاه يعني. نعم. فتم تطبيقها طبعا هالسنه وانذهلوا حتى اولياء الامور يوم جانا قالوا ما شاء الله من شلون اقترحتوا هالفكره يعني. قلنا احد الطلاب عندنا اقترح الفكره. فالطلبه ممكن يكون في مشاركه بين الطلبه وبين يعني اداره الانشطه الطلابيه في 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 كثير من الامور يعني في كثير من الاقتراحات والانشطه. اي طالب حاب انه عنده اقتراح في اي نشاط او برنامج حابه ممكن احنا. وايضا يعني الطلبه بحاجه لانشطه طلابيه. طبعًا. يعني مش فقط دراسه في دراسه في دراسه. اكيد اكيد. في اتوقع فعاليات تتقيمونها عندكم اكيد. نعم. فعاليات اليوم الوطني، زيارات طبعا، مباريات طبعا، في كثير من الانشطه نسويها يعني عشان لا يمل الطالب. تعرف يعني يداوم من 8 لين 3 صعب انه يعني راح يكون مضغوط. نعم. يعني زين لو تحدثنا عن النقله بين يعني الجسر الاكاديمي، انت ذكرت لنا انه ينقل الطالب من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية، صعوبة تقبل الطلاب للمعلومات اللي تجيهم ممكن يعني عادة ما نسمع احنا بين الشباب ان الجسر الأكاديمي متعب جدا، يعطوننا شغل وايد، واجبات كثيرة، صايم، انت السوالف هذه كلها تجي في فترة الجسر الأكاديمي، انت كيف تشوفها؟ هل مفيد للطالب ما بعد الجسر الأكاديمي؟ طبعا طبعا برنامج الجسر الأكاديمي مثل ما قلت لك هو بوابة عبور أو جسر عبور للمرحلة الجامعية. نعم. من مسمى فالجسر الأكاديمي يعد الطلاب كثير للمرحلة الجامعية. المرحلة الجامعية يعني مثل ما تعرف أخوي صباح يعني احنا دراستنا بالجامعة
فمرحلة مرهقة متعبة جدا. تبدأ قوي أفضل من أنك تبدأ ضعيف. فيكون عندك الأساس صح تكون قوي. فبرنامج الجسر يعد الطلاب على الحياة الجامعية المرهقة، لأن الحياة الجامعية راح تكون شوي فيها مشقة. فبرنامج الجسر يعد الطلاب على كيفية تحضير الدروس، على كيفية الالتزام بالوقت، الالتزام بالمحاضرات، كيفية التعامل مع الدكاترة، تسليم الأسايمنتات في الأوقات المناسبة. فبالعكس الطلاب اللي يتخرجون من برنامج الجسر الأكاديمي يتحققون بالجامعات العالمية أو سواء جامعة حمد بن خليفة، يعني بدون منا يعني هم يثنون على برنامج الجسر الأكاديمي، يقولون بالعكس يعني برنامج الجسر الأكاديمي علمنا كثير وهيئنا كثير. نعم. كنا ما نعرف شيء. تعرف مرحلة الثانوية يعني نطلع من مش محك على الثانوية يعني مش محك مش يعني ما نكون ذيك مش مؤهلين عشان ندخل الجامعة دايركت. برنامج مرحلة سنة إعداد يتعلم أمور كثيرة منها، حتى ضغط الدراسة، ضغط كثرة الامتحانات، كثرة الدروس، كثرة الدورات اللي ياخذها، كثرة الفعاليات اللي يشارك فيها، بحيث انه مثل ما ذكرت انت تروح الجامعة وخلاص قد متعود على هذه الضغوط اللي ممكن يحصلها في يكون له علاقات كثيرة. طبعا يعني كثير من الشباب يشوفهم يعني كونوا علاقات وصداقات أخوية من خلال برنامج الجسر الأكاديمي. يعني كان ممكن يكون مش اجتماعي كثير، برنامج الجسر الأكاديمي يسوي أنظمة الديبيتنج هذه المناقشة. أحمد قبل أن أختم معاك ودي برسالة توجهها لطلبة المرحلة الثانوية وخاصة طلبة الثالث ثانوي اللي خايفين شوية من الجسر الأكاديمي. بالعكس لا تخافون من أي شيء. طبعا أنا أشجع الطلبة كلهم بالالتحاق بالجسر الأكاديمي، وهذه مرحلة يعني صدقوني ما راح تنسونها في حياتكم، راح تكون تجربة حلوة. ويا مرحبا فيكم، وانا مكتبي مفتوح لاي استفسار واي. الله يعطيك العافيه احمد الجاسم، رئيس شؤون الطلاب ببرنامج الجسر الاكاديمي، شكرا لحضورك معنا في برنامج ترحيب، وباذن الله نستضيفك في مرات قادمه باذن الله. على خير يا اخوي صباح، يا مرحبا. شكرا لك. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونتابع ما تبقى من حلقتنا ترحيب. حياكم الله مشاهدينا، متواصلين معاكم في برنامج ترحيب. افتتح يوم الجمعة الماضي بسوق واقف مركز الحرف وأيضا مركز المعلومات والإرشاد السياحي. ناصر، يأتي ذلك في إطار عملية تطوير سوق واقف بما يتواكب مع الإرث التاريخي وسعيا من الدولة لتنشيط الحركة السياحية. تفاصيل أكثر عن سوق الحرف اليدوية في هذا التقرير. يسعدني ويشرفني أن نلتقي في هذا اليوم على أرض باتت من أبرز وأهم المعالم السياحية في دولتنا قطر. فباسم إدارة سوق واقف واسم المكتب الهندسي الخاص، نفتتح اليوم مركز المعلومات والإرشاد السياحي. هذا ويسعدنا أيضاً تواصلنا في الحفاظ على كل رموز التراث والأصالة التي يتميز بها السوق، وهو افتتاح مركز الحرف الذي يضم 22 محلاً للحرف اليدوية التي تميز وأبدع بها أجدادنا على مر العصور. Thank you.
اليوم الحمد لله تم افتتاح مركزين. مركز الحرف هو يضم على 22 محل، كل محل يختلف عن المحل الآخر بالنشاط اللي الممارس فيه. طبعا هناك العديد من الأنشطة الموجودة اللي هي صناعة الفخار وصناعة النحاسيات والبشوت والفخاخة والعود، يعني كثيرة اللي كانوا قبل كانوا يمارسونها الأجداد. الحمد لله. طبعا هو الهدف الرئيسي من إنشاء هذا المركز اللي هو الحفاظ لهذه المشغولات اليدوية من الاندثار. أما بالنسبة لمركز المعلومات والإرشاد السياحي، في البداية أني أنا أحب أني أنا صراحة أقول أني أنا أفتخر أن صراحة أنه يكون أول مركز إرشاد سياحي هو في سوق واقف. طبعا المركز يضم على من الشباب القطري اللي يقدر يخدم الزائر من ناحية المعلومات والإرشادات، وحتى لو في فعاليات ممكن هو يخدمها في الجدول الموجود. راح تنشأ بعد مراكز أخرى ثانية في السوق في أماكن مختلفة، لأن صراحة إحنا شفنا ازدحام كبير عليه وحاولنا أن نوزعهم في السوق. وفي عندنا كتيبات راح تتوزع على الناس، اللي هي كتيبات تشمل كامل الخرائط بالنسبة للسوق ومعلومات كافية عن السوق، وراح تتوزع على العامة بس. لكن إحنا عندنا إن شاء الله شعار لسوق واقف راح ينطلق إن شاء الله قريبا، فرحنا ما راح نوزع الكتيبات هذه إلا مع تدشين الشعار هذا إن شاء الله. تابعنا معكم مشاهدينا هذا التقرير اللي كان من خلال تدشين مركز المعلومات والإرشاد السياحي في سوق واقف، وأيضا مركز الحرف اليدوية. وصراحة نتوجه بالشكر الخاص للمكتب الهندسي الخاص على ما يقدمه بالشيء الكثير صراحة، سواء لسوق واقف أو لدولة قطر أو أيضا لخارج دولة قطر. فتحية خاصة للمكتب الهندسي الخاص. يستاهلون ناصر هذه التحية، المكتب الهندسي الخاص، وأيضا يستاهلون الجنود المجهولين في مركز المعلومات والإرشاد السياحي وأيضا مركز الحرف. هذين من المركزين الموجودين في سوق واقف يمكن أضافوا إضافة كبيرة إلى مكان سوق واقف اللي يعتبر يمكن المعلم السياحي الأول في سوق واقف. مستمرين احنا في سوق واقف مشاهدينا مع جولة في سوق الذهب في سوق واقف، قامت فيها كاميرا برنامج ترحيب بعد تسجيل أكبر انخفاض على مستوى الذهب في العالم. تفاصيل أكثر نشوفها معكم في هذا التقرير. في الفترة الماضية شهدت أسواق الذهب تراجعاً في نسبة المبيعات بسبب ارتفاع الأسعار التي وصلت لأرقام قياسية، ولكن الحركة عادت لتنتعش هذا الأسبوع بعد التراجع الملحوظ الذي سجله سعر الذهب، ما دفع بالمواطنين للإقبال بشكل كثيف على أسواق الذهب. سوق الذهب في سوق واقف حاله كحال الأسواق الأخرى، ازدهرت مبيعاته وازداد إقبال الزبائن الذين استفادوا من انخفاض الأسعار التي لم تسجل منذ سنة تقريبا أي انخفاض ملحوظ. انخفاض الأسعار الذي في معظم الأحيان يؤثر سلبا على أصحاب المحال والتجار انعكس إيجابا هذه المرة على أسواق الذهب التي شهدت حركة اعتبرها التجار جيدة وكثيفة. شعبية واسعة يتمتع بها سوق الذهب في سوق واقف الذي يقصده الزبائن من كافة أنحاء البلاد ومن خارجها، على اعتبار أن الذهب ملاذاً آمناً للمدخرات.
تابعنا معكم مشاهدينا هذا التقرير، فيمكنها فرصة صباح للي بيروح يشتري ذهب ما دام الذهب نازل. سعر نازل، فهذه فرصة أكيد للنساء لهم طبعا عشاق الذهب والمجوهرات، فأكيد الله يعين الريايل عليهم وإن شاء الله يصبرون عليهم شوي وفالهم طيب. يمكن بعض الشباب بعد اللي توهم عاقدين قرانهم لو يروحون يشترون شبكة ولا شيء، يمكن بعد فرصة، يمكن بعد الناس اللي متزوجين من زمان يا ناصر يروحون ياخذون هالهدية زينة حق أهلهم إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام، في إطار احتفال الأمم المتحدة الثانية بالأسبوع العالمي للسلامة على الطرق، نظمت مؤسسة حمد الطبية مؤتمرا صحفيا للجنة الوطنية للسلامة المرورية، وتم التركيز خلال هذا المؤتمر مشاهدينا على الجهود المبذولة في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وأيضا دور الجهات المختلفة في ضمان تخفيف نسبة ضحايا حوادث السير خاصة من المشاة. تشارك مؤسسة حمد الطبية مع مختلف الوزارات الدولة منها وزارة الداخلية وجامعة قطر في تنظيم يوم هو عبارة عن يوم من أسبوع العالمي للمرور والمتعلق بالمشاة، هذا لتوعية المجتمع أهمية المحافظة على السلامة للمشاة في الطريق وتقليل من نسب الإصابات اللي موجودة في البلد. استعرض عدة جوانب منها الجانب المروري والجانب التخطيطي للمستقبل من الدولة لمحاولة من تقليل الإصابات منها، بالإضافة أن مؤسسة حمد استعرضت نتائج الحوادث على مدى 3 سنوات اللي فاتت اللي استقبلتها من الحوادث المرورية المتعلقة بالمشاة. لا شك أن السلامة تعني الكثير لنا على الطريق، وإحنا نتكلم كل ما تزيد الثقافة المرورية أو كل ما ترتفع الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق سواء كان راكب أو راجل تزيد السلامة على الطريق، فنتمنى إن شاء الله السلامة للجميع، ونتمنى إن شاء الله نخرج من هذه بتوصيات إن شاء الله تساعد أيضا على وضع الحلول أو زيادة إيجاد الحلول إن شاء الله في الحلول، إحنا نتكلم الحلول القصيرة المدى وليس الطويلة بعيدة المدى. الأولوية طبعا وهدف اللجنة اللي هو التقليل، رفع مستوى السلامة المرورية والتقليل من نسب الحوادث أو حوادث الوفيات وحوادث الإصابات إن شاء الله حسب وضع استراتيجية وطنية خلال 10 سنوات القادمة، والتركيز على تنفيذ تقريبا 200 خطة عمل خلال 5 سنوات القادمة، وبدأت إن شاء الله بوادر التقليل أو التخفيف من الحوادث مقارنة بارتفاع عدد السكان وارتفاع عدد المركبات وارتفاع عدد السائقين وارتفاع عدد أطوال الطرق. هناك الحمد لله انخفضت عدد الوفيات كنسبة تقريبا وصلنا ل 9 وفيات لكل 100,000 نسمة في حسب إحصائيات 2012، وهذا طبعا التارجت أو الهدف اللي كنا حاطينه احنا بعد 5 سنوات أن نصل إلى 7 أو 8 إن شاء الله وفيات لكل 100,000 نسمة، وصلنا غريبا إن شاء الله بجهود الجميع بصراحة في رفع مستوى السلامة المرورية. وفي موضوع آخر مشاهدينا، اختتمت أمس في صالة لجنة رياضة المرأة القطرية بأسبير منافسات بطولة الخليج الرابعة للتايكوندو التي يستضيفها الاتحاد القطري للتايكوندو، وقد شاركت في فعاليات البطولة دول مجلس التعاون الخليجي ب 37 لاعبا، حيث توج المنتخب الكويتي بكأس البطولة في محل المنتخب القطري في المركز الثاني. We'll be right back.
لله رب العالمين اليوم اختتمنا هذه البطولة الرابعة للتايكواندو للرجال في قطر، اللي الحمد لله رب العالمين أنه صار عندنا هالشباب المنظم لهذه البطولة، الكل الدول الحمد لله رب العالمين اللي شاركت، الدول الخليجية اللي مبسوطة في هذا الحفل، مبسوطة في هذا الافتتاح، مبسوطة في هذا الحفل الختامي، مبسوطة في النتائج اللي كل دولة حققتها. وصراحة في هذه أبارك للمنتخب القطري اللي حصل على هذه النتائج والمركز الثاني بميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين وثلاث برونز، وأبارك للمنتخب الكويتي اللي حصل على المركز الأول بهذه النتائج، واللي بصراحة كل كانت المنافسة ولله الحمد أكثر من المتوقعة، كنا متوقعين للمنافسة لكن زادت عليه التوقع بالمنافسة هذه الشريفة، بالمنافسة القوية، بالمنافسة اللي الحمد لله رب العالمين الآخر الحفل أن الكل ولله الحمد طلع راضي، الحمد لله ما في هناك أي إصابات تذكر، قدرنا بقدر المستطاع أن نعكس صورة التايكواندو لشهرته إن شاء الله في مناطق الخليج. أشكر دولة قطر على استضافة هذه البطولة، وأشكر القائمين عليها، وأشكر اللجنة التنظيمية أخصها بالشكر للتنظيم الرائع. البطولة طبعا يعني بطولة فيها ندية وفيها تنافس من جميع منتخبات الخليجية، والحمد لله يعني لكل مجتهد نصيب، عسكرنا وكان إعدادنا جيد وحققنا هذه النتيجة بحصولنا المركز الأول على دول مجلس التعاون. بشكل عام البطولة كانت ناجحة من جميع الجوانب، سواء من الجوانب الإدارية والتنظيمية وأيضا الجوانب الفنية، وأكبر دليل على ذلك أنه الحمد لله ما كان في اعتراضات أو في أي مخالفات كثيرة، والجميع الحمد لله طالع فائز. مبارك للفائزين، وننتقل إلى موضوع آخر حرصا منها بأهمية الرياضة لدى الأطفال. نظم برنامج مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع نادي برشلونة الأسباني لكرة القدم برنامج جواز مرور الحلم. المزيد مشاهدينا من التفاصيل عن هذا البرنامج الرياضي نشوفها معاكم في هذا التقرير. بمشاركة العشرات من محبي رياضة كرة القدم الصغار، استضافت حديقة سباير برنامج رياضي انخرط فيه الأطفال المشاركين في العديد من الاختبارات المفيدة والهادفة إلى تحسين أدائهم في لعبة كرة القدم وإكسابهم روح التحدي والإصرار. هذه الفعالية اللي ممكن خلالها الأطفال طبعاً يغيرون جو البيت ويكتشفون فعاليات جديدة يستمتعون فيها، وهي فرصة طبعاً بعد للمؤسسة والنادي أن احتمال يكتشفون مواهب جديدة ممكن أنهم يعني يستفيدون فيهم منهم في المستقبل، وشيء طيب طبعاً كولي أمر أني أرى تجمع الأطفال وسعادتهم وخروجهم طبعاً من الحياة العادية إلى حياة جديدة. وقد أتيحت للمشاركين الصغار فرصة اجتياز مجموعة من الاختبارات لقياس لياقتهم البدنية ومهاراتهم الأساسية، ومن بينها مهارات التناسق والدقة ومهارات ضربات الرأس وخفة الحركة والاستحواذ على الكرة وتسديد الكرة في المرمى، وحصل من اجتاز هذه المهارات على جواز مروره للحلم بالإضافة إلى ختم النجاح. وتندرج جميع هذه المسابقات والفعاليات ضمن باقة من الأنشطة الرياضية والترفيهية التي أطلقتها مؤسسة قطر الراعي الرسمي لفريق نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، في إطار المشاركة المستمرة التي تربط مؤسسة قطر مع النادي الإسباني، وذلك لتشجيع أفراد المجتمع على التعرف على جوهرة هذه الشراكة ومزاياها، خاصة في كونها تستند على أسس ورؤى مشتركة تسعى لإطلاق قدرات الإنسان من خلال المشاريع والبرامج الموجهة إلى شباب الغد. طبعاً احنا شفنا معاكم هذا التقرير اللي يعتبر انكم تقرير مميز، وأيضاً مشاركة نادي برشلونة. يا ناصر انت حضرت يمكن
اخر كلاسيكو، لكن من بعد الكلاسيكو ما ادري ايش صار. ما اترقع بالخير. ما اترقع عقب ما رحت يعني ولا ايش صار؟ لا لا، هو اصلا ما شاء الله يمكن بعد مباراه اللي حضرتها يمكن فازوا مره ومرتين ثلاث، والحين بعد بياخذون الدوري ان شاء الله باذن الله ياخذون الدوري. ايش رايك نختم؟ ويتوفقون ان شاء الله باذن الله. خلاص شكلي ما عجبك الموضوع. باذن الله ان شاء الله. إذا مشاهدينا وصلنا معكم لنهاية حلقتنا من ترحيب لهذا اليوم. لأي اقتراحات أو استفسارات وللتواصل أيضا مع فريق عمل برنامج ترحيب بإمكانكم مراسلتنا على البريد الإلكتروني الظاهر أمامكم على شاشة ترحيب@الريان.tv. اللي ما شاف الحلقة بإمكانه يشوف الإعادة بكرة إن شاء الله الساعة 7 الصبح. نشوفكم باكر في حلقة جديدة من ترحيب. في أمان الله.